بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، برعاية وحضور سيادة الأستاذ محمد الشاعر السوداني المحترم رئيس مجلس الوزراء، يتم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر آذار العام 2023 توقيع مذكرة تعاون مع شركة سيمنز الألمانية للطاقة، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 23070 في 31/1/2023 سيتم توقيع المجموعة الأولى من العقود للمشاريع المدرجة ضمن الأسبقية الأولى لمذكرة مبادئ التعاون. تتضمن هذه العقود أعمال التأهيل والخدمة الشاملة متعدد سنوات لمحطات كركوك الرشيد وسط الغازية بواقع 3 عقود. يتفضل بالتوقيع الجانب العراقي السيد علي أحمد مدير عام إنتاج الوسط لمحطتي الرشيد وصدر الغازية. يتفضل بالتوقيع عن جانب شركة سيمنز للطاقة السيد ديتيمار سوليمر دروفر الإقليمي الشرق الأوسط. يتفضل. يتفضل بالتوقيع الآن عن الجانب العراقي السيد وليد خالد مدير عام إنتاج الشمال لمحطة كركوك. Thank you.
شكرا جزيلا.